مصيرة الرواجح، قطعة صغيرة من الجمال وضعها الخالق في الجبل الأخضر كدليل على إعجاز قدرته في الأرض، حيث كل شيء ينذر نفسه للخضرة والبهجة. وإذا ما سألنا اللغة عن تعريف مصيرة ستقول: سحيق الجبال يشبه بالمصير، يأخذ شكله بين جنبات الجبال. تتجلى براعة الإنسان العماني في قدرته العجيبة على بناء منزله بين الصخور، ولكن ليس بعيدا عن الماء. فها هو الفلج يشبه في التواءاته وتعرجاته الأفعى، ولكنها أفعى تجلب الحياة والخصب. مصيرة الرواجح بالجبل الأخضر، هذا اللي هنا حيالة من هنا يحال إلى الفلك، واللي يسقي البلد يروح للبلد. هذا قسمة هذا الفلك بالبادة، بالأثر، بالربع. لو زلت قدم وهي تمشي على حافة الفلج لسقطت في الهاوية. حين يتوغل المرء قليلاً يخيل إليه أن الفلج يؤدي إلى مغارة مظلمة. هذا المكان اسمه القبيل، زمن شيابنا قبل الفلك من هنا، لكن بفضل مولانا جلالة السلطان الله يدومه سوى السميت والقدران وكذا، ونقع بالحصى. كان هنا شيء يستوى حصى، فلما ان يقحم الوادي
ارتد الحصى، يعني سوى الكبس في الفلق. الفلق هين يصير في الوادي. المياه زرقاء بلون السماء، ولعل هذا ما يغري الضفادع بالسباحة وهي تطلق موسيقاها الأخاذة. الصفاء أحد عناوين الماء هنا، ولهذا فإن الخضرة تنعكس على صفحته دون عناء. ففي هذه البقعة المرتفعة عن الأرض لا يوجد ما يمكن أن يعكر صفو الماء من ملوثات، فالماء نظيف والهواء نقي والسكون يخلع بردته على المكان، وتزيد الأودية العميقة من روعة المكان بما تضفيه عليه من أعماق سحيقة ومناظر خلابة. أول كان الليمون بكثافة مشهورة، البلد من صيد الرواقح بالليمون، لكن مع الأسف قدر الله يعني الليمون انتهى المرض اللي صابه. الآن تو الحمد لله زرعنا بدال أشجار نخل، ومن قبل سابقا في شيء نخل موجودة، الخلاص تو موجود، الخلاص والقب والسيلي والخنازي والزبد وجميع يعني من جميع النخل موجودة. جيت مثلا موجود العنب، موجود التين، موجود الفيفاي، موجود الرمان، لكن الرمان ما بكثافة يعني، موجود الخوخ هذا موجود، موجود الصفرقل. تهطل مياه الأمطار فتحتضنها الشروخ والتصدعات على الرحب والسعة، ثم ما تلبث أن تودعها بعد انتهاء مدة الضيافة لتخرج على شكل عيون. ولكي يوزع هذه النعمة أينما شاء يبني الإنسان ما تعرف بالأفلاج، وليحفظها من الهدر يصنع ما تسمى بالسدود. كل شيء يتشبث بالحياة هنا، حتى هذه السمكة الصغيرة التي أبت إلا أن تتنزه في الماء مستغلة صفاءه وعذوبته. أما هذه الوريقة الخضراء فقد تركت الشجرة وقررت أن تمشي في طريق الماء بحثاً عن مصيرها في مصيرة الروهجح.